السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ادنس ممكن تصطادها جوه الريفت اسمها كات ويرس. دي بتعمل حاجتين. اول حاجة بتعملها جيت سيرفيس. يعني ايه جيت سيرفيس؟ يعني بتقدر تجيب لي المكان اللي انا عايزه من قلب الخريطة، تمام؟ فلو قلت له كات ويرس سايت بيروح فاتح لي الموقع، فبعمل تسجيل للدخول، وبعد كده ببدأ اعمل زوم على المكان اللي انا عايزه بحيث ان هو يجيب لي المنطقة اللي حوالين المبنى بتاعي 3D. اهو عملت زوم مثلا على المنطقة ديت، اي منطقة يكون فيها مباني زي كده. طيب هبدأ احدد المكان، فهقول له ان انا عايز اعمل درونج موديل. بيبدأ يقول لي اعمل زوم على المكان اللي انت عايزه، اقول له ماشي هو ده المكان اهوت. بعد كده ببدأ اقول له انا عايز اد، وابدأ احدد المكان اللي انا عايزه اهو، ولما اخلص بقول له كلوز، وبعد كده بقول له بيلدينج لاير انفورميشن، واقول له سيف سيرفيس. فهو بيحتفظ بالمعلومات ديت بحيث ان انا اقدر احصل عليها في قلب الريفت، تمام؟ اقدر من هنا اتحكم في عدد السيرفيس، مش بالشكل دوت، ازودهم زي ما انا عايز. هو ياخد وقت لحد ما يحتفظ بيها على الموقع. من الريفت هاجي هنا واقول له جيت سيرفيس، يبدأ ان هو يحملهم لي، وبيقول لي لسه ما سيفش. طيب ممكن برضو العكس، ان انا بعد ما اسيف السيرفيس اقول له اكسبورت. لو انا مش مسيفهم لسه فبيبدأ يشوف، يقول لي حدد انت خطوط الطول والعرض، ويبدأ يرفع لي الموديل بتاعي على الموقع ده. طبعا هيسمع بعد كده في كل الخرائط زي جوجل مابس وأوبن ستريت ماب وهكذا. فلا جاب له هوت، بيقول لي اعمل اكسبورت على الخطوط الموجوده طول العرض، ويسمي الموديل بتاعك. هو اوتوماتيك هيبدا يرفع الموديل بتاعي دوت على الخريطه بحيث تبقى تضاف ك3D. طبعا انا مش عايز اعمل كده دلوقتي، الخريطه اللي احنا عايزين ندخلها جوه الموديل لسه بتسيف، هتاخد شويه وقت بس. بعد كده ممكن ترفع انت بقى الموديل بتاعك، وبعد كده تقدر تروح قايل له سيفهم لي كبي دي اف، فيبدا يعمل لك بي دي اف للمشروع بتاعك جوه المباني الثلاثيه الابعاد ديت، يبدا يضيفها كعنصر في الخريطه في مكانها المظبوط.